ليلي، الناس مبسوطة من الحاجة؟ جدا، الناس مبسوطة جدا كمان، وجاهزين كمان للتنفيذ. قولي أقول لهم إمتى؟ لا لسه، أنا قلت نتفق الأول ونشوف الدنيا هتمشي إزاي وبعدين نبقى أوريهم الحاجة. لا طبعا، لازم أشوف الحاجة الأول وبعد كده أعرف منهم الديل. ما مش شافوا الصور؟ ايوه بس افرض بعد معاينه الصور طلعت غير الحقيقه. لا 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 ما تقلقيش، الموضوع ده على ضمانتي. ضمانتك؟ ضمانتك ده لما نكون متفقين على خروجه في مكان جديد، لكن ده شغل. بقول لك ايه؟ سكه كده، هي الحاجه دي مش معاك؟ الصراحه لا، انا كنت مستني نتفق الاول وبعدين ادفع فلوسها. طيب بص، انا هعمل معاك ديل، هقول لهم ان انا بصيت على الحاجه دي وشايفاها تمام وان هي فعلا معاك، بس انت محتاج انك تعرف الديل ده الاول، ووقت التنفيذ يبقى الخبير بتاعهم يتاكد بنفسه. اقسم بالله انت بنت ب 100 راجل. راجل؟ اه راجل. لا راجل 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 في الشغل، في الحاجات يعني، لا قويه دي، اما في الحياه بقى وربنا امر. والله